من 10 سنين لما استشهد الرئيس رفيق الحريري كان عمري بس 13 سنة. بهالعشر سنين كتير ناس قالوا إن الوجع بيروح، إنسان بينسى والحياة بتكمل. إيه مزبوط، الحياة بتكمل، بس الإنسان ما ممكن ينسى، ما ممكن ينسى شخص ضحى بحياته كرمال وطن. أنا ما بنسى اللحظة اللي عرفت فيها إن الرئيس استشهد، ما بنسى أصوات الناس اللي كانوا عم يبكوا، ولا بنسى قديش اعتلتها مستقبلي ومستقبل لبنان. أكيد بهالعشر سنين ما نسيت ولا رح أنسى قديش وجود الرئيس معنا كان يعطينا معنويات.